هو بعنوان وحدات الكتلة غير القياسية. سنتعلم اليوم استعمال وحدات غير قياسية لإيجاد الكتلة. الآن تمهيد، سوف نستعمل وحدات غير قياسية لإيجاد الكتلة. نلاحظ أن هذه الطالبة عندها كرة خفيفة هذه الطالبة عندها كرة خفيفة، لذلك اختارت وحدة قياس أخف وهي المكعبات البلاستيكية، فاحتاجت إلى 26 مكعب حتى استوت كفتا الميزان، أي أن كتلة كرتها تساوي 26 مكعبا. أما الطالبة الأخرى فكانت كرتها أثقل، فاختارت وحدة قياس أثقل وهي الكرات الزجاجية. إذن أول معلومة اليوم نستفيدها، الأشياء الخفيفة مثل الكرة البلاستيكية الخفيفة هاي نستعمل معها مكعبات بلاستيكية، أما الكرة الثقيلة نستعمل معها كرات زجاجية وهي الأثقل. إذن للأشياء الثقيلة نستعمل كرات زجاجية، والأشياء الخفيفة نستعمل مكعبات بلاستيكية. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام فهد، قفل المايك والكاميرا حبيبي، ممنوع نفتحهم إلا لما أطلب منكم الإجابات، وبارك الله فيكم. نكمل الآن. فهد، كنا نقول إنه درسنا اليوم يا فهد هو وحدات الكتلة غير القياسية. راح ناخذ كذا مثال سريع، إني أستعمل وحدات غير قياسية. قفل يا فهد الكاميرا. إني أستعمل وحدات غير قياسية لإيجاد الكتلة. فالأشياء الخفيفة نستعمل معها مكعبات بلاستيكية، أي وحدة قياس أخف. الأشياء الثقيلة مثل الكرة هذه نستعمل معها وحدة قياس أثقل. نلاحظ هنا أن هذه احتاجت 26 مكعب بلاستيكي حتى استوت كفتا الميزان، أما هذه فاحتاجت 33 كرة حتى استوت كفتا الميزان. نكمل. شكرا حبيبي، وقفل المايك بعد. قفلت. الآن هنا يا أحباب لاحظوا معي، عندي أنا ممكن أني أحضر الأشياء هذه، مثلا الممحار، وسأستخدم وحدة قياس. الآن فهد، قلنا الأشياء الخفيفة نستعمل مكعبات بلاستيكية، والأشياء الثقيلة سوف نستعمل كرات زجاجية. فهد الفديح، ممكن تجاوبني ماذا سأستعمل هنا؟ هل كرة بلاستيكية أم مكعب بلاستيكي؟ كرة زجاجية أم مكعب بلاستيكي؟ تقدر تفتح المايك وتجاوب وترجع تقفله. فهد؟ طيب شكرا يا فهد. ناخذ محمد الشهري. محمد افتح. محمد، أستاذ. هذه الممحاة سأستخدم كرة زجاجية أم مكعب بلاستيكي؟ مكعب بلاستيكي. أحسنت. ليش يا فهد يا محمد؟ عشان الممحاة مو مرة ثقيلة، أحسنت. خفيفة. إذن أحتاج أنا وحدة قياس تكون خفيفة وهي المكعب البلاستيكي. إذن وحدتي الخاصة سوف تكون هنا هي المكعب. طبعا نحن كنا نحتاج
لو أن بالفصل كان أحضرنا الميزان وأحضرنا كرات زجاجية ومكعبات وبدأنا بوزن هذه الأشياء. إذن سأختار المكعب ووحدتي إذن هي المكعب، وستكون تقريبا تساوي 15 مكعبا تقريبا. الآن افتح كتابك حبيبي وحل كما هو موجود أمامك، معكم دقيقة واحدة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. صفحة 140 طلال، اتفقنا نقفل الكاميرا والمايك اليوم، ممنوع نفتحهم. اللي عنده سؤال أو استفسار يقدر يفتح الكاميرا ويسألني، ما عنده مشكلة في أي وقت، لكن نتابع الدرس بهدوء لنستفيد جميعا. أعيد، الصفحة هي 140، نحل السؤال الأول، أنا بانتظار حتى تنتهوا. أستاذ ما خلصت. طيب لحظات سعود، ليش فتحت الكاميرا؟ عشان أسألك، قلت نعرف. أبشر راح أرجع عليها. يلا قفل كاميرتك ومايكك. يلا معك كل الوقت يا سعود. صفحة كم؟ رقم الصفحة 140. ما بديت شيء صح؟ هذا أول سؤال يا عبد الله. أنا فيصل. يا فيصل هذا أول سؤال. يعني لسه ما بديتوا، استنونا الباقي، استنونا أحد. لا ما ننتظر، خلاص بدينا من 5 دقائق. باقي أحد يكتب يا عيال، راح انتقل. اللي باقي يكتب بس. توني داخل. طيب خلاص. أستاذ صفحة كم؟ أستاذ هذا اكتب. طيب تفضل. 140. نعم، وقفل المايك والكاميرا وجزاك الله خير. الآن إذن اللي حضروا معانا متأخرين، كنا نقول أن درسنا اليوم هو وحدات الكتلة غير القياسية، الأشياء الخفيفة نستعمل معاها مكعبات بلاستيكية، الأشياء الثقيلة نستعمل معاها كرات زجاجية. فبدينا بالمثال الأول وهو الممحاة. الممحاة خفيفة فلا تحتاج مني كرة زجاجية، فأحتاج المكعبات. إذن وحدتي الخاصة لقياس كتلتها كانت هي المكعب. عند وزنها سيكون تقريبا كتلتها 15 مكعبا تقريبا. الآن نأخذ سؤالا آخر، وراح تكون الإجابة عند عبد الله العوهلي. عبد الله، الكتاب هنا ما هي الوحدة المناسبة لقياس كتلته؟ تقدر تفتح المايك وتجاوب. الكتاب ثقيل أم خفيف؟ ثقيل. 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 يعني نستخدم معاه كرة زجاجية. شكرا عبد الله العوهلي، قفل المايك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إذن الكرة الزجاجية، إذن وحدتي الخاصة هي الكرة الزجاجية. عند الوزن في الميزان سنلاحظ أنها ستكون كتلتها 30 كرة زجاجية تقريبا. معكم أيضا دقيقة واحدة لكتابة الحل.
سأنتقل للسؤال التالي اللي ما انتهى يقول. ما انتهيت. تأجل شوي. ما انتهيت. خلاص اوكي راح انتظر بعد دقيقة. قفلوا المايكات واكملوا بسرعة. استاذ انا ما كتبت ولا شيء. طيب. كنت بفطر وابي اروح افرش اسناني غسل وجهي. طيب راح انتهيت. طيب اكمل من هنا وبعدين الاشياء اللي نقصتك نحلها مع بعض نهاية الحصة يا حبيبي. طيب. خلاص انتهى الوقت. ايه يلا ايه خلاص شكرا. قفلوا المايكات راح نكمل نشوف سؤال آخر. ويا ريت تكونوا سريعين بالكتابة نوعا ما. الآن سأحضر أقلام ألوان. أقلام الألوان هذه هل هي ثقيلة أم خفيفة؟ أول شيء سأفكر به هل سأحتاج أنا كرات زجاجية أم أحتاج المكعبات؟ هنا راح نأخذ الإجابة من عند الطالب الدبيان. قفل كاميرتك يا دبيان. جاوبني يا مشاري تفضل. نعم أستاذ. الآن الألوان هل هي ثقيلة لأستخدم معاها كرات زجاجية أم خفيفة؟ كرات زجاجية. طيب شكرا جزيلا. راح آخذ عبد العزيز. قفل كاميرتك يا حبيبي. عبد العزيز جاوبني. عبد العزيز الذهبي يلا. صديقك قال ممكن نستخدم معاها نحن كرات زجاجية. أنت وش تقول يا عبد العزيز؟ ممتاز. طيب خلينا نشوف. إذا المكعب هو الإجابة الصحيحة يا مشاري لأن الألوان ليست ذات ثقل كبير إنما خفيفة الوزن، لذلك سأختار المكعب. ستكون هي وحدة القياس الخاصة فيها. عند وضعها في الميزان ووضع المكعبات في الجهة الثانية راح تكون 20 مكعب تقريبا هي كتلتها. الكتابة نخليها بعدين أوكي آخر الحصة بس نخلص أرجع لكم نكتب كل شيء. الآن راح آخذ مكعب أرقام بلاستيكي كبير نوعا ما. بيكون المكعب حق الأرقام هذا كبير وله ثقل. وبذلك أول شيء سأفكر هل أنا سأحتاج كرة زجاجية أم سوف أحتاج إلى مكعب بلاستيكي؟ أستاذ السؤال الأول ما حليته. راح أرسل لكم الحلول حبيبي أوكي؟ إذن هنا المكعب اخترنا معاه الكرة الزجاجية هي وحدة قياس الخاصة به وكتلته سوف تكون تقريباً 15 كرة زجاجية. الآن مساحة السبورة. سوف نقترح وحدة خاصة بنا. الشيء هو مساحة أو مساحة السبورة. نعم يا حبيبي. وراها خمسة. الكتابة نأجلها. نأجل الكتابة. بعدين نكتب. يحب الحل 6 و7 و8 ونرجع للباقي. أيوة نرجع نكتب بعدين بالنهاية نرجع نكتب. أيوة. الآن هنا الممحاة يا عيال
أو مساحة السبورة هي خفيفة الوزن، لذلك أحتاج معها مكعبات بلاستيكية، فتكون وحدتي الخاصة هي المكعب، وعند وضعها في الميزان سألاحظ أن كتلتها تقريبا 10 مكعبات. أستاذ تفضل. سؤالي اللي فوق حلينا؟ حلينا الصفحة 141، بس نخلص برجع لكم عليها تكتبوا على مهلكم. أوكي. نحل مع بعض بعدين تدريبات بتكون زي تقويم، بارك الله فيك. الآن عندي مسألة هنا، المسألة تقول وأريد تركزوا فيها، عندنا كرة التنس الأرضي كتلتها تعادل كتلة 10 كرات زجاجية، يعني كرة التنس الوحدة كتلتها 10 كرات زجاجية، كتلة التفاح الواحدة تساوي كتلة 3 كرات تنس، فكم كرة زجاجية كتلتها تعادل كتلة التفاح؟ عشان نفهم أكثر، أنا عندي كرة تنس هي 10 كرات زجاجية، إذن 3 كرات تنس كم كرة زجاجية؟ راح أخذ الإجابة من عند، خلنا نأخذ عشوائي، مثلا فيصل تويجري معانا، سلطان رشيدان، لا موجود سلطان، سلطان افتح المايك وجاوب. سلطان حبيبي، كرة التنس الواحدة كتلتها تساوي 10 كرات زجاجية. طيب لو عندي 3 كرات تنس كم كرة زجاجية تكون كتلتها؟ 10. الكرة الواحدة ب10 كرات، تنتين 10، الثنتين بتكون 20، الثلاثة بتكون 30. أحسنت، بارك الله فيك. مشعل. نعم. مشعل الآن يقول لي هو أن كرة 3 كرات تنس هي بوزن تفاحة واحدة، إذا ما هو وزن التفاحة أو ما هي كتلة التفاحة؟ وزن تفاحة وش؟ الكتلة التفاحة كم ستكون؟ لاحظ التفاحة هي 3 كرات زجاجية، وهنا قلنا أن كرة التنس هي 10 كرات زجاجية، التفاحة عفوا 3 كرات تنس، 3 تفاحات. نعيد مشعل الآن، هذه الكرة الواحدة، كرة التنس الواحدة، إيه؟ كرة التنس الواحدة كم إيه؟ كرة زجاجية تعادل؟ نجيب من هنا، هو قال الكرة الواحدة هي 10 كرات زجاجية، الآن هذه 10 وهذه 20 وهذه 30، بس بارك الله فيك. إذن قبل شوي 30، بارك الله فيك. إذن يكون عندنا هنا 3 كرات تنس هو كتلة تفاحة، إذن هي 30 كرة زجاجية. الآن باقي عندنا السؤال ما قبل الأخير، أو عفوا السؤال الأخير، وهو سؤال كيس الشيبس، ننتقل له بعد ما ننتهي هنا. إذن هنا أنا قاعد أوضح إنه 30 كرة، ليش؟ لأن كتلة التفاحة هي كتلة 3 كرات تنس، إذا 10 زائد 10 زائد 10 هي كتلة التفاحة. نأخذ السؤال الأخير. عبد الإله موجود معنا؟ عبد الإله العبيد حبيبي كيفك؟ زين. عبد الإله
انظر هنا عندك كيس الشيبس، هو ثقيل ام خفيف يا عبد الاله؟ ثقيل. كيس الشيبس ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. الله ينور عليك. طيب نحن قلنا الاشياء الخفيفه يا عبد الاله نستعمل معاها المكعبات البلاستيكيه، والاشياء الثقيله نستعمل معاها الكرات الزجاجيه. الان كيس الشيبس نحن قلنا خفيف، اذا ماذا ساستعمل معاه؟ المكعب ولا الكره الزجاجيه؟ المكعبات. ما شاء الله عليك، ممتاز، بارك الله فيك، وممتاز يا عبد الاله. تقدر الان تقفل المايك. اذا نختار المكعب، هي وحدتي الخاصه. بعدها سأضع في الميزان عدد من المكعبات في الجهة الأولى، وفي الجهة الثانية كيس الشيبس، لأرى كم مكعب سوف تكون كتلة هذا الكيس، فألاحظ أنها تكون 15 مكعبا تقريبا. الآن إيش تعلمنا اليوم يا أبنائي؟ تعلمنا لسه ما خلصت. ما نكتب بعدين نكتب، ممكن؟ ممكن قفلوا المايكات بس نخلص، أعطيكم مجال الكتابة. إذا تعلمنا اليوم استعمال في واحد فات المايك. الله يرضى عليك، شكرا. إذا تعلمنا اليوم استعمال وحدات غير قياسية. إيش يعني غير قياسية؟ يعني مكعبات كرات زجاجية لإيجاد الكتلة. ممكن أنا أختار أشياء أخرى. أيضا تعلمنا أن الكتلة هي قياس ثقل الشيء. الجسم ذو الكتلة الأثقل كنا نستعمل معه وحدة قياس كتلتها أثقل للقياس. أما الجسم ذو الكتلة الأخف كنا نستخدم وحدة قياس كتلتها أخف. إذا نعيد، الجسم ذو الكتلة الأثقل نستخدم وحدة قياس كتلتها أثقل للقياس مثل كرة زجاجية، أما الجسم ذو الكتلة الأخف كنا نستعمل وحدة قياس كتلتها أخف للقياس مثل المكعب البلاستيكي. وهذا، وجزاكم الله خير. الآن بس آخذ لحظات، ممكن اكتب استاذ؟ لحظات،